السلام عليكم. الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن، و يعني اسال الله ان يكون توفيق من الله. قلت انا ببحث كثيرا عن بعض الابواب التي قالوا لي ان الابواب يعني في التسجيلات فرطوا فيها فهي غير موجوده، وانا ما ادري كيف اسامحهم على هذا. قالوا من التسجيلات غير موجوده كتاب الزهد في سنن ابن ماجه، وانا قلنا اننا سنشرع بتكمله ما ضاع من الاخوه تسجيلا حتى لا يضيع علينا، ونحاول قدر الامكان ان يعني ان ناتي به. عليكم السلام وبركاته، احسن الله عليكم جميعا. جيد، انا احاول قدر الامكان ان ناخذ مع كتاب سنن ابي داود سنن ابن ماجه التي يعني قالوا لي ان التسجيلات غير موجوده، كتاب الزهد، وما ادري اي كتاب اخر. لو فريق العمل يكتب لي الكتب التي تحتاج الى اعادتها ونحتسب الاجر في ذلك. وكما قلت، هذه الايام المباركه يعني ايام بركه، وايضا ايام الست من شوال ان شاء الله، بحيث انه تنتهي كل ما الابواب التي غير موجوده في سنن ابن ماجه، يعني ضيعوها الاخوات او الاخوه، ضيعوها غفر الله لهم، لكن نحاول قدر الامكان ان احنا نسد هذا الباب. عليكم السلام ورحمه الله، احسن الله عليكم. لعله خير ان شاء الله ناخذ كتاب الزهد مع كتاب سنن ابي داود. باب من انكر ذلك على فاطمه. فاطمه بنت قيس هي التي قالت، احسن الله عليكم، الحمد لله، فاطمه بنت قيس رضي الله عنها وارضاها قالت بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها نفقه ولا سكنه، لم يجعل لها نفقه ولا سكنه. وقلنا بان هذا حكم عام، ان المبتوته لا نفقه لها ولا سكنه. والعلماء اختلفوا ذلك على قول ثلاثه: قول ليس لها النفقه ولا السكنه، وهذا قول الحنابله، نعم، وقول لها النفقه والسكنه، هذا قول عمر الخطاب، وهو قول الثوري، وقول ايضا اهل الراي، وقول الحنفيه. وقول يفرق بين النفقه والسكنه قول الشافعيه والمالكيه، يقولون لها السكنه دون النفقه. والذين قالوا ذلك استدلوا بان الله جل وعلا قال واولات الاحمال قال وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن. فقال المنطوق هنا انها ينفق عليها ان كانت ذات حمل، والا فلا ينفق عليها. واما من قال بانه لا نفقه له ولا سكنه، وهم اقرب الناس الى الدليل، بل هم اسعد الناس بالدليل، وهو قول الحنابله، بانهم قالوا بان الحديث قد صح، والحجه في الاحاديث، الاحكام فرعا على التصحيح. قال فاطمه قالت انها ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم تتسخط العطاء الذي بعثه اليها زوجها، فقال لها لا نفقه لك عليه ولا سكنه، لا نفقه عليك، لا نفقه لك عليه ولا سكنه. عندنا فالصحيح هنا نقول بأنه لا نفقة ولا سكن لها، وأما هنا المراجعة لها، نعم، يعني على فاطمة بنت قيس. باب من أنكر ذلك عليها. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي من ثقات الأزبات، أخبرنا أبو أحمد هو أحمد الزبيري ومن ثقات الأزبات، قال حدثنا عمار بن زريق، نعم، عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد، يعني مسجد الكوفة، مع الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. أي نعم، المبتوتة تعتد بيت أبيها، ده صحيح. قال عن أبي إسحاق قال كنت في المسجد مع الأسود، فقال أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا. طبعا هذا حديث رواه أحمد من غير رواه مسلم، يعني من غير قوله سنة نبينا، والترمذي والنسائي. وفي رواية عن هشام بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها أشد العيب، يعني على حديث فاطمة بنت قيس، وقالت وإياكم، أحسن الله عليكم، قالت إن فاطمة كانت في مكان وحش تستوحش بوحدها بمفردها، يعني فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن تنتقل. وعن عمر بن الزبير أنه قيل لعائشة ألم تري إلى قول فاطمة، قالت
أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وقد قال سليمان بن يسار في خروج فاطمة رضي الله عنها أرضها قال إنما كان ذلك من سوء الخلق. وفي الرواية الأخرى رواها أيضا عبد الرحمن قال أرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان أمين رضي الله عنكم ابن الحكم وأمير المدينة فقالت له اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. قال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث قاسم أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة لا أدرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. ثم حديث ميمونة أو ميمون ابن مهران قال قدمت المدينة فدفعت رسائل مسافر فقلت فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. فقال سعيد تلك امرأة فاتنت الناس إنها كانت ليست إنها كانت لسنة فوضعت إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. إنها كانت امرأة لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 ليست 4 قروء. انتظروا في الأسئلة إن شاء الله نجيب عنها بعد الدرس. طيب إحنا عندنا باب من أنكر على ذلك. الذي أنكر على ذلك من الصحابة ومن التابعين. الذي أنكر على فاطمة بنت قيس من الصحابة عمر بن الخطاب قال لا نترك كتاب ربنا. وفي رواية لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لامرأة لا ندري حفظت أم ضيعت. وأنكر عليها عائشة رضي الله عنها أرضاها في الروايات وقال إنها يعني انتقلت من بيت زوجها لسوء خلق أو كانت لسنة عليهم شديدة أو كانت في مكان وحش استوحشت لذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابن أم مكتوم. ومن التابعين من أنكر عليها سعيد بن مسيب. سعيد بن مسيب أنكر عليها وقال إنها امرأة فتنت الناس. لننظر كيف أن الإنكار عليها وهذا الإنكار كان في محله أم لا. طبعا لأنه قد قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لم يجعل لي النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنة. لم يجعل لي نفقة ولا سكنة. في الحديث الأول أنها أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنها فقال لها أن عمر بن الخطاب ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لندري أحفظت أم نسيت. وفي رواية أحمد أن زوجها طلقت 3 فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو فلم يجعل لها سكنة ولا نفقة. قال عمر الخطاب لا ندع كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها نسيت. وأيضا في سنن أبي داود روى هذا الحديث أطول منه كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم وأنا الشعبي فذكر المطلقة 3 فقال الشعبي حفظكم الله جميعا قال الشعبي حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لك لا سكن لك ولا نفقة. فرماه الأسود بحصاة وقال ويلك أتحدث مثل هذا؟ قد رفع ذلك إلى عمر قال لسنا بتاريخ كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت. قال الله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجنا. وعن شعبي عن فاطمة أيضا قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكن لك ولا نفقة. فرفع الأمر لعمر الخطاب فقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنة والنفقة. الجمع بين هذه أمر سهل. طبعا القول هنا القول في هذه المسألة أنهم أخذوا عليها ذلك وقالوا لا ندع كتاب ربنا. وقصد بكتاب ربنا هو قول الله تعالى لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. هو الجمع بين هذه وذلك. أولا ليس لعمر الخطاب رضي الله عنه رضا أن يوهم فاطمة بنت قيس ويقول لعلها نسيت. والمسألة طرح الأدلة ورد الأحاديث لا ترد مثل هذا التوهيم لعلها ثم لعلها. هي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون أنها من أروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي راوية حديث الجساسة فليس الحق مع عمر بن الخطاب يقول لعلها يعني لا ندري نسيت أم حفظت. الأصل أنها حفظت والأصل أنها صحابية جليلة والأصل أنها معدلة من فوق 7 سماوات أسماء لها مكانة عند الصحابة. فلذلك نقول في هذا الباب عمر الخطاب ليس له أن يقول أنها وهمت وليس عنده دلالة على أنها وهمت بل هي تجزم بأنها
يعني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها لا نفقة لك ولا سكنى عليه، لا نفقة لك ولا سكنى عليه. أما حديث لها سكنى ونفقة يعني هذا حديث ضعيف باطل، يرجع يعني امرأة تستطيل بلسانها لأحمائها سبا يعني. حقا هذا يعني قالوا هذا كذب على عمر وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغى لا يحمل الإنسان فرط الانتصال للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة. فلو يكون هذا عند عمر رضي الله عنه لخذت فاطمة ذوها. وأما المرسيل التي جاءت عن النخل عن غيره بأن لها السكنة والنفقة كلها ضعيفة. هنا النخعي أيضا أرسل الحديث على مسألة النخعي في مرسيله وصح أن مرسيله قوية. الحافظ أبو سعيد العلاي قال هو مكثر من الإرسال وجمعنا الأئمة صححه مرسيله، خص البهقي ذلك أنه أرسله عن ابن مسعود، النخعي عن ابن مسعود. فعلى هذا الحديث صحيح على تصريح جمع من المحدثين. أما الرواة الثانية رواة هشام بن عروة عن أبيه قال لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا في حديث فاطمة بنت قيس يعني عائشة أنكرت على فاطمة أنها تقول بأنها صلى الله عليه وسلم يجعل لها النافقة والسكنة، وعائشة قالت إن فاطمة كانت في مكان وحش خلاء يعني لا ساكن فيه وتخشى على نفسها، لذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب وتتحول فخيف على ناحيتها، فلذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة الانتقال من بيتها في عدتها يعني. فكان واجبا عليها أن تسكن في بيتها الذي طلقت فيه أيام عدتها، ولكن إذا أذن لها في الخروج لعذر أو خوف فلها ذلك. فإذا هنا الطلاق كان طلاقا رجعيا، والطلاق الرجعي له عدة، الطلاق الرجعي له عدة، عدته حيضة واحدة. الطلاق الرجعي له عدة، عدته ثلاثة قروء، والخلع حيضة واحدة. فالطلاق له ثلاثة قروء لقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما عائشة فتبحث عن حديث فاطمة بنت قيس، فاستبطأت عائشة فاطمة فذهبت نعم ترى أن فاطمة كانت في مكان وحش وفخيفة ونظرت تنظر إلى يعني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، عائشة تنظر إلى ما حدث معها بأنها كانت في مكان موحش وكانت منفردة، لذلك أمرها بالانتقال والأصل أنها تبقى. هنا بالله يعني الحق أن كلام فاطمة بنت قيس أظهر ما يكون، صاحبة القصة زوجها طلقها ثلاثا، بعث إليها وكيله ببعض أوساق الشعير أو القمح، وهي استطالت عليه وكانها يعني لم ترضى بما أتى بذلك، فذهبت برمة ما هي فيه إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقصت عليه، فقال لا نفقة لك عليه ولا سكنة. ولذلك رخص لفاطمة الانتقال من بيتها إلى بيت آخر للعدة. وهنا لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما نقل لها كلام فاطمة لا نفقة ولا سكنة مبتوتة بل لها أن تسكن حيث شاءت، قالت أما إنه لا خير في ذكر ذلك، فإنها تذكر وجه يقنع الناس منه الخطأ أو يقع الناس منه في الخطأ. ففيها أيضا مخالفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لأم سلمة. الحمد لله أن تبقى الأخوة في الله مجتمعة، لكن فاطمة لا تأخذ حق أحد ولا هي تسطو على أحد ولا حتى تدعي، لأنها تعلم أن الادعاء للنبي كذب، هذا من أعظم الكذب. لذلك قالت إني راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي لك النفقة والسكنة، لك ليس لك لا نفقة ولا سكنة، بانت منه بينها كبرى، إذا ليس ملزما لها بشيء. ولذلك عائشة قالت أما أنه لا خير لها في ذلك، يعني فأنها تظهر ذلك وتحدث الفتنة بين الناس،
ولو عودت ورجعت لبين لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها في ذلك لسلاطة اللسان، ولأنها لا 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 تثني حسنا على على الوالدين. الحق أن يقال بأن فاطمة بنت قيس ضبطت الحديث وعلمت ما فيه، وهي صاحبة القصة، وهي التي روت الرواية، فوالعالم والراوي أعلم بما روه. وكل ما يحدث من أهل الفضل الذين يحبون يعني ينظرون في أحكام المسألة، رفعوا أمرها إلى عمر الخطاب، فقال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا نترك السنة عن النبي التي ثبتت لبعض اجتهادات، حتى ولو كان المجتهد هو عمر الخطاب الذي قال: لا نترك سنة كتاب ربنا وسنة نبينا لامرأة الذي حفظت أم نسيت. توهيم الراوي الأصل أنه لا يجوز، وتوهيم الراوي الأصل أنه لا يعمل به إلا إذا وجدت قرائن محتفة قوية تثبت التأويل. وهنا الرواية بين مروان وبين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. حديث يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم محمد سليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، يعني طلاقا بان منه بينونة كبرى، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان ابن الحكم أمير المدينة فقالت له: اتق الله واردد المرأة إلى بيتها، اتق الله واردد المرأة إلى بيتها. قال مروان: حدثنا سليمان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أما ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، فقالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. القاسم قال: وما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت عائشة: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، يعني بتنحي. هو يقول: أما بلغك حديث يعني حيث انتقلت من بيت زوجها ولم تعتد فيه؟ فقالت عائشة لمروان: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، لأنه لا حجة فيه على التعميم، لأنه كان نقلها لعلة. المناظرة هنا بين مروان وبين عائشة، فقال في جواب عائشة: أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس حيث انتقلت من بيتها بيت الزوجية لم تحتد فيه؟ لما؟ لأنها لا تملك سكنة ولا نفقة، مدة العدة وكانت مبتوتة، طلقها ثلاثا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدي عند أم شريك، ثم قال: اعتدي عند ابن أم مكتوم. والحق أنها بانتقالها تبدأ عدتها عند ابن أم مكتوم، ولو تأخر فالمصاريف تكون على الأم. هذا كانت حاملا فتنفق وتكون مصاريف عليها، لكن ما دامت يعني قد صارت خلوة في الطلاق فليس لها سوى المهر فقط، ليس لها سوى المهر. ولذلك عائشة قالت مروان: لا يضرك أن تذكر حديث فاطمة، لأنها توهمها، ولأن فاطمة تفتن الناس بأنها تقول أنه من لمسها في حديث فاطمة بنت قيس اعتزل لما رأى ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله طلقني فبت طلاقي وسخطت العطاء، فقال لها: لا سكن لك ولا نفق. لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي بنت ابن أم مكتوم، أخرجها من بيت زوجها أو طريقها، أخرجها من البيت لأنها لا تملك في شان وهي مبتوتة، فطلقها ثلاثا. وأي شيء هي حتى بحجتها هي قالت في قول الله: بيني وبينك يا عمر الخطاب الكتاب، كتاب الله. قال الله تعالى: إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن وحصل العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا هي أتينا بحشرة مؤهلة وتلك حدود الله. فقال: ولا يخرجن. لكن في الآيات قال: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما هو الإحداث؟ الرجوع. قالت: وأن الرجوع مع الطلاق المبتوت، فالحق معها في ذلك. لذلك قال مروان لعائشة: إن كان بك الشر، إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين الأقارب لسنة، وأنها يعني استشاطوا منها أيضا، فحسبك أن يكفيك في جواز انتقال العمرة. وكان بين هذين يعني عمرة وزوجها يعني سيد من الشر، ف
فالشر هو الذي جوز انتقالها. والصحيح الراجح أنها لما كانت مبتوتة انتقالها لأنه ليس لها حق في أي يعني فراش ولا أي سكنة ولا أي نفقة من الذي طلقها ثلاثة مهما بلغت العشرة بنو طلقها ثلاثة. فلذلك قال لما قال الله جل في علاه ذلك أسكنهن قالت بيني وبينكم كتاب الله أي أمر سيحدث الله جل وعلا إن لم تكن راجعة فلا نفقة ولا سكنة. والحق مع الحق معها في ذلك. سعيد المسيب أيضا أنكر عليها قال إنها كانت امرأة لسنا يعني تستطيل بلسانها على أحمائها وهذا ليس بصحيح وهذا كلام لا صح أن يقال في حق فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. فالصحيح أن نقول أنها اعتدت عند ابن أم مكتوم لأنه لا نفقة له لا المكان موحش ولا استطاعت بلسانها على الأحماء. نعم المرأة التي طلقت لا نفقة لها إن كانت لها بينونة. أما إذا كانت طلاق رجعي ففيها علاقة الزوجية فتجب نفقتها. طيب انتقل المصنف إلى باب آخر في المبتوتة تخرج بالنهار. الأصل أن المطلقة ثلاثا هل تخرج أم لا لأنه المتوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها إلا إذا احتاجت إلى ذلك. طيب المطلقة ثلاثا هل هذا يعني أيضا حالها؟ قال المصنف حدثنا أحمد محمد إمام أهل السنة والجماعة حدثنا يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان من أساطين المحدثين قال عن ابن جريج العزيز بن مالك من الثقات الأثبات لكنه يرسل ويدبلس. لكن هنا قال أخبرني أبو زبير وهو مكثر عن أبو زبير أيضا أخبرني أبو زبير محمد نظرس وهو ابن مسلم وهو ابن فضلس. نعم أبو زبير من وعاء العلم واسع العلم جدا لكنه يرسل ويدلس أو هو يدلس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضى قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلا لها تجد يعني فلقيها رجل فناها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قال لها اخرجي فجدي نخلك ولعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. فقال لا أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. والحديث رواه مسلم وأحمد في المسند وراه أيضا النسائي وابن ماجه. ففيها دلالة على أن المطلقة ثلاثا قد تخرج لمصلحة أن تجد النخل أن تقضي لها حاجة أنها أوراق لابد الأوراق تقدم من أجل لجهة معينة من أجل ما يكون منها أو الفائد منها أو الإحسان بالمال الذي يكون معها فيتعدى النفع لغيرها. لذلك قال لها اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. إذن هذا فاصل في الخطاب أن أخت جابر رضي الله عنها أرضاها أو خالتها طلقت ثلاثا أيضا هذه مسألة يتمسك بها الشافعية لأنه يجوز أن يطلقها ثلاثة لأن ظاهر نص أنها قال لها طالق طلقت ثلاثة. نعم وكانت تعتد في غير بيت الزوجية لأنه قلنا لا نفقى لها ولا سكنة لكن اعتراها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل لي أن أخرج أجد نخلي؟ فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فضع ذلك له فقال لا أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تفعلي خيرا لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا. فهذه أيضا فيها دلالة على أنه يجوز للمطلقة ثلاثا أن تخرج من بيتها لحاجة ولا ينطبق عليها وصف المتوفى عنها زوجها التي منعت من الخروج البتة. وفي قوله اخرجي فجدي نخلك شوف النفع المتعدي لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا وهذه دلالة على إقرار الشرع بذلك. الفوائد المستنبطة المختلف فيه يرجع فيه للكتاب والسنة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. المختلف فيه يرجع لكتاب السنة والمثبت مقدم عن النفي مع زيادة علم. جواز الإنكار على من خالف ظاهر السنن
على من خالف ظاهر السنن. المتنازع فيه نهايته عند الكتاب والسنة. المتنازع فيه نهايته عند الكتاب والسنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من